هذه المدينة التي ستكون محط أنظار الشركات العالمية. أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم إحدى ركائز مشروعات رؤية المملكة 2030 أمس عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية أوكساغون، في خطوة تستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية نيوم الرامية لإعادة تعريف الطريقة التي تعيش بها البشرية وتعمل في المستقبل. وأوضح ولي العهد السعودي أن المدينة الصناعية أوكساغون ستكون حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مضيفاً أن مدينة نيوم الصناعية ستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة وتوليد فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو. وأكد ولي العهد خلال الإعلان عن المدينة أن أوكساغون ستشارك في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة. وتحتل أوكساغون منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضارية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية. تقدم نموذج مختلف تماماً عن كل المدن الصناعية في العالم. وتشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم، وتعد مركزاً لتطوير نيوم لاقتصاد الأزرق، وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر. وترتكز مدينة نيوم الصناعية أوكساغون على الفلسفة والمفاهيم ذاتها الخاصة بمجتمعات ذالاين، والتي تم إطلاقها في يناير 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، بينما ستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدماً في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.